شلبها فيها فيها مناطق فلاحيه فيها يقول خدمه انا يا لب ولا يا اخويا انا ما عندي والو فيها والله والله واش لحقك الغربه لهنا انا لحقوني زريري عندي وليدات وبلاد انا جيت نبرع عليهم ايوا يعني تخدم هنا باش بات لهم دراهم فوالا هذه عندنا بكيف باش حتى جيت كيف جيت حراق جيت انا عايش جيت في فكه 17 ساعة وانا فوق الفلوكة 17 ساعة داك في الفلوكة اه وش داك وش داك تريسكي بحياتك سكرة باش تجي حتى الغربة وعانا تريسكي مش بلاد مش بلادك تموت تما تقعد تما تموت كاينة ما عندكش تعيش نورمال اللي يقتلوك اللي تاع فوق تاع تحت عشت فيها ولد عم بالي نسيتهم حتى اسامي مش عم تحكي لها المهم مش بلاد ما كاين حتى حاجه بوزيتيف ما كاش بوزيتيف شوف خويا ما نغطوش السمش بالغربه خويا العزيز شوف خويا العزيز اسمح لي كلامك واجب اسمح لو كان عندنا وكان عندنا فيس بوزيتيف كيما تقول ما تجيش الناس ابي ما تجيش الناس حرقه ما تجيش الناس بيا بولادها خمم خويا العزيز معليش صح انتوما حنا المشاكل نعرفوهم وجو من الحلول ما عندناش حل حنايا خويا العزيز اخويا العزيز في العالم كله في الدنيا هذه كله كاين سراقين صح كاين سراقين 10% 1% 3% بلادنا تغسلق 300% عباك شنو ضروا 100% اسمي يقلو عليك مربي يبارك بعد انا حرقنا في الفلايك واحد بلادنا فيها الخير وفيها صحراء بترول غاز بوتفليقة يدجلك جاجة يلحقك العظم باسكو هذا يسرق هذا فاهم هذا يسرق هذا الشعب بيسرق الشعب سي بون تقول انت اخو واش كيفاش تشوف المستقبل تاع الجزائر راك بيسيميست يعني ما كاينش حوايج يتبدلوا الجزائر لاجيري بيان ما خاصها والو العباد وهما اللي مومش ملاح صراحة باسكو دوك يبني لك اري تاع بيس غدوة ما تلقاهاش كمل لك واش كان يحكي لك السيد باك الحقرة شوف دير فيه باك ملي تدخل للجزائر كي تدخل هواري بوم دير ملي تبدا في هواري بوم دير وانت محقور تحس بلي ماكش بلا ملي تدخل هواري بوم دير وانت محقور شوف ملي تجوز مع عند البافيس وعند الديوانه وعند لابوليس وانت راك محقور اخو تعطيني الكوارت ومليون دورو وانا باش نزين نعيش هنا في الغربة هادي والمشاكل هادي والجوع عطش وميزيرية باش نعيش هنا باسكو هي مش بلاد قال لك عمام تبغاش تخدمو في البلاد عمام ود سلال ما يروحش ينحي طماطم نو عمام ود سلال ما يروحش يروح يخدم في بلاصتنا احنا نو خويا انا جيت نخدم الصباح داولي سلعه خويا كي من هاك راه يبعثونا الحبس خويا انا قاعد نخدم على روحي ترونكيل جاو داولي سلعه وانا خاطي خويا قول لي واش ندير كون جيت انت تقعد تخدم يعني اسمع علاش يعني تو بريفير تعيش بالريسك هذا ولا تكون في بلاد عندك لونساج اكسيتيرا وكذا لونساج يبدو الناس يا اخو بلونساج هذا هذاك اللي جامي شاف 100 مليون في جيبه عطاو له 300 مليون ولا في كباري يشرب فيهم وفي شنو طونوبيلات يلصقهم في الصوار من الحرام ومن الربا وكذا هذاك لونساج شوف جناس هذاك لونساج نورمالمون هذاك اللي مد لهم 300 مليون واحد 30 واحد يدير له ستاج يدير له ميتي في حياته كاع واحد ما عنده ميتي ما لازم تلقاو الحل الحل واش هو الحل هو تغيير الحكومه تغيير استقالة بوتفليقة وبعدين يديروا مرحله انتقاليه وبعدين يعاودوا الانتخابات التشريعيه يعاودوها كامل ومن بعد لازم الجيش يبعد على الساحه السياسيه باش يخلي الشعب يخير من هو الممثل اللي يقدر يمثل الشعب الجزائري لان كان عندنا رجال مي ما عندهمش لوكازيون ايزون با لوكازيون باش يسيروا البلاد واش المشكل اسكو المشكل تاع الجزائر المشكل تاع بوتفليقه ولا مشكل تغيير بلادنا كرهونا صراحه اسمع شوف بوتفليقه الهار يموت يا اخو بوتفليقه الهار يموت صرا كيما مات بومدين يقسموا كاع البلاد واش تاع الدراهم في الخزينه سعيد بوتفليقه وخاوتي وجاو كليكه تاعو يدوهم يدو كاع دراهم ويجونا مشارين هنا ديور في الساد واش راهو ديو ما يخليني نحكي يا اخو امن بالاستقلال انت يا اخو امن انا جدك المجاب امن بالاستقلال سمح لي لي ماتوا واللي قعدوا دوك زايد في 73 يقول لك انا مجاهد راني غلط خويا العزيز حكومه ديريكت خويا من البوليسي وطلع اسمح لي خويا من الشرطي وطلع بالدم اللي فوق 50 سنه اللي فوق 50 سنه ما تحقوش في الحكم هذا ما ما شفتي رئيس ما تشوفوش في التيلي عليه ما قال بارك الله فيكم ما شفتي رئيس ما يتحركش راني غلط خويا العزيز فانا مش برك ايماجيني فرونسوا هولوند هنا خرج ليهم قال لهم بارك الله فلي بوتفليقه ما يخرج من برشا يا اخو العصا اللي تمشي عليها العكازه اللي تمشي عليها من معوجه من الفوق
الشعب فاهم كيف يا لازم تغير الحكومه قاعيتك ولاد فرنسا هذوك اللي عندهم الجنسيه الفرنسيه ويقول لك حنا مجاهدين وجبنا البلاد يا هذوك اللي يتحوزوا اما يعطوا الفرصه لهاد الشباب هادو اللي راهم هنا هما اللي يبدوا الفرصه اسمح لي خويا اسمعني دقيقه يا وانا شو كنت نخدم في لوطونتيك عند جنرال بتشين جيت ابي من الجزائر حتى انا جيت ابي علاش جيت انا جيت نتغرب باسكو في بلادي كنت مغرب كنت محقور ربع سنين وانا خدام عندهم حشا سوريني بنت وسام يا هذيك قالت لي انت ما ناشوريكش جيت اعطيك تيكون جيستيس اعطاني غير 10 ملايين ملي راحوا نصارى وحنا في الخساره اخويا اصبر ملي راحوا نصارى وحنا في الخساره السلام عليكم